احنا كنا اتكلمنا امبارح ان احنا هنحاول نعمل فيديو لا يتعدى 5 دقايق عن ازاي ان انا اقدر اعمل تشريح فني وبدني لفرقة انا هلعبها او فرقة بتنافسني في البطولة اللي انا بشتغل فيها او الدوري اللي انا موجود فيه وكده. يعني فرضا ان حضرتك دلوقتي جالك السي دي بتاع المباراة 90 دقيقة، فانت النهاردة المفروض ان حضرتك هتعمل تشريح لمراكز الملعب. يعني ايه؟ يعني احنا هنعمل مثلا فايل، الفايل دوت فيه كل مواقف الملعب بالنسبة للمراكز المختلفة. فاحنا هنبدأ كل يوم بحاجة، وهي مثلا المهاجمين. لازم يكون عندي رؤية فنية لتحركات المهاجمين في الملعب اللي هتكون عليا كمان يومين او ثلاثة، اللي انا هشتغل عليها دفاعي كمان يومين او ثلاثة، سواء كان ان انا بلعب دوري ممتاز او بلعب قسم تاني او ثالث او رابع او حتى قطاعات الناشئين. كل الكلام اللي انا بقوله دوت كلام عام على جميع الاعمار السنية، حتى المواقف الفنية اللي انا ممكن احطها، فهي المفروض انها تكون شاملة كل حاجة. احنا بنتعامل بموقف، ما بنتعاملش باسم لعيب ولا اسم نادي، بنتعامل بموقف ملعب، موقف مباراة. فحضرتك النهاردة لما يكون عندك مهاجم ما تشتغل عليه، هتبص عليه اول حاجة لازم تكون عارف ان من خلال ما انا اشتغلت ان المهاجم مش هيخرج ابدا برا المواصفات اللي انا هقول لك عليها دي. وعلى هذا الاساس بتبدا تقطع له شغله وتبدا تجهز له المدير الفني عشان يتفرج عليه. اول حاجة، اي مهاجم في الدنيا لا يخلو ابدا من ان هو يكون قوي، عنده شراسة هجومية، بيستخلص، ارتقاءه عالي، هداف، بيستلم وبيسلم ويستلم على الارض كويس، بيستخلص هوائي ويستخلص ارضي كويس، عنده سرعات، عنده قوه بدنيه، عنده مهاره التحرك. التحرك بيساعد جدا ان هو يفتح مسام فرقه الخصم، ان هو يقدر يخترق نص الملعب، يخترق الفرقه اللي انت ممكن تكون بقى ساعتها الخصم بتاعه. فانت النهارده دلوقتي هتبدا تشتغل ازاي؟ هتشوف المهاجم ده بيعمل ايه في الملعب. زي ما قلت لحضرتك، في مهاجم ممكن يكون طول ال 90 دقيقه عامل سرعات وبيستخلص يعني هادد الديفنس بتاعك، وفي مهاجم ممكن ما تحسش بوجوده طول ال 90 دقيقه، وفجاه يخترقك بواحده، فجاه ينتشك واحده بلغه الكوره ويخلص المباراه. فانت بعينك بقى، سواء كنت في الملعب او سواء كنت موجود تشتغل السي دي، بشغل السي دي وبتتفرج عليه، هتقدر تقول التصنيف بتاع المهاجم اللي انت هتلعب عليه كمان 3 او 4 ايام انهي شخصيه فيهم، لان ده هيفرق جدا معاك انك تنقل للمدير الفني شخصيه اللاعب، وكمان مهارتك في ان انت تقدر تقطع شغله في جميع مواقف الملعب المختلفه، عشان تقدر تساعد المدير الفني ان هو يوظف المدافع المناسب اللي هيقدر يلعب على المهاجم اللي هيكون موجود في 90 دقيقة بعد 4 5 ايام. فسيادتك كمحلل اداء او كمدرب عام او كمساعد مدرب هتبقى موجود في الملعب او جالك السي دي، لازم تراعي ان انت توفر وقت المدير الفني في ان انت تبين له رؤية كاملة للخصائص الفنية والبدنية للمهاجم، وراعي جدا 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 انك ازاي تقدر تساعده في الرأي، ما تقولوش الرأي الكامل، تساعده في الرأي لترشيح المدافع اللي هيقدر يشتغل في الحته ديت. حته تانيه سريعه وصغيره هتكلم فيها، وهي ان كل المواصفات اللي قلتها للمهاجمين او لاي مهاجم موجود في مصر او بره مصر مش هيخرج ابدا بره الاطار اللي انا اتكلمت فيه، انك ازاي تقدر تعد المدافعين بتوعك ان هم يقدروا يشتغلوا على نوعيات مختلفه من المهاجمين، وتوفير جميع المواقف الفنيه اللي ممكن تقابل اي مدافع في الملعب او اي نوع من انواع المهاجمين اللي انا قلت عليها عشان يقدر يشتغل عليه بشكل فني. انا بشتغل كل يوم على جزئيه معينه في الملعب او على عنصر او مركز معين في الملعب عشان ما نخرجش بره اطار الموضوع، ويبقى ركزنا في حته او في مركز نقدر نزود الفيديو بشويه فيديوهات صغيره نوضح بيها انواع المهاجمين من خلال الكلام اللي انا قلته، وانت حضرتك تبدا تساعد المدير الفني بتاعك انك تجهز له الفيديو الكويس المحترم اللي يساعده وما ياخدش من وقته كتير بانه ياخد قرار مين اللي هيشتغل او احنا هنشتغل ايه برنامج فني وبدني طول الاسبوع بالنسبه للمدافعين، عشان نقدر ناخد نتيجه كويسه وايجابيه لفرقتنا بالمكسب ان شاء الله. اتمنى اكون عملت اضافه في نوعيه المهاجمين والاستعداد ليهم، وازاي اعمل فيديو يكون جاهز للمدير الفني
وضع فيه كل خصائص مميزات وعيوب المهاجم اللي هنشتغل عليه، وان شاء الله باذن الله بالمكسب للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله.